يا شباب، اليوم راح نستعرض لكم اقوى ثلاثة ابطال من كل ندرة، من ناحية المابات الخاصة بالبطل ومن ناحية القدرات الخاصة بالبطل. وهذا الشيء راح يساعدك انه تختار البطل المناسب لكل ماب موجود في اللعبة. وهذا الشيء راح يساعدك في مابات الباور ليج، وايضا في مابات الثلاثة ضد ثلاثة، وايضا في مابات الشوداون. وكالعادة قبل ما نبدا بداية الفيديو، لا تنسوا تخلينا لايك اشتراك تفعل زر الجرس عشان نستمر بالقناة. وبس خليكم يا الفيديو. الندرة العادية، الشيء اللي بعد ما اخذت بف على سرعة البطل صارت نفس سرعة ماكس، صارت بطلة نوعا ما جدا او بي. ايضا ما ننسى انه الشيء اللي عندها ستار باور وجيرز وكل شيء قوي الخاص بالبطله، فهذا الشيء راح يساعدها انه راح تقدر تذبح الابطال بكل سهوله. اذا كان عندك ستار باور طبطه وضربت على احد الابطال فما راح يقدر يهرب من عندك بعد ما اخذت ميزه السرعه نفس سرعه ماكس. افضل المابات للشيء اللي هو مابات الشودون ومابات كره العراق وايضا مابات الباونتي، لكن مابات الباونتي فقط ماب واحد هو ماب العشب الكثير، وهذا تصنيف البطل لجميع مابات براو ستارز. الندره النادره، نيتا بعد ما اخذت بفات على الدوبو ايضا عدمت، صارت من اقوى الابطال في الندره النادره. وايضا ما ننسى الدب الخاص بنيتا، الهيل الخاص به اكثر من 6000، فهذا الشيء راح يساعدك انه راح يسوي ازعاج جدا كبير للاعبين الموجودين ضدك. وايضا ما ننسى انه تعبئه الذخيره الخاصه بنيتا جدا سريعه، فهذا الشيء راح يساعدك انه تشحن سوبر بسرعه وراح تسوي دمج جدا عالي للاعداء. وكذلك ما ننسى انه تم اضافه عتاد جديد لهذا الابطال، منهم نيتا وايضا بعض الابطال اللي عندهم صديق ظريف او مساعد ايضا من السوبر. اذا كان عندك هذا العتاد حرفيا راح يسوي دمار شامل الجيم بسبب هذا العتاد. واذا كان عندك نيتا، افضل المابات لنيتا هو جميع مابات براو ستارز حرفيا. من بين جميع مابات براو ستارز افضل ماب لنيتا هو ماب الخزينه، بسبب انه عندك عتاد راح يقوي الدب الخاص بنيتا، وعندك ستار باور راح يزيد سرعه الضربه الخاصه بالدب، وعندك عتاد او جيرز راح يحط ذراع للدب. Take the L. بروك يعتبر من افضل الابطال بالمدى البعيد من الندره النادره، بسبب انه ايضا عنده عتاد راح يزيد له سرعه تعبئه الذخيره ب 16%. واهم شيء ما ننسى انه بروك عنده مدى جدا بعيد، وبس راح يصل للمدى الاخير راح يصير انفجار، وهذا الانفجار راح يكون نوعا ما ممتاز لتدميج اللاعبين الموجودين ضدك. وكذلك ما ننسى انه بروك عنده ستار باور راح يضيف لك خزان ذخيره رابع، وهذا الشيء راح يساعدك انه راح يسوي ازعاج جدا كبير للاعبين وايضا بالدمج. انت بس تخيل انه عندك ستار باور راح يزيد لك خزان رابع من الذخيره، وايضا عندك عتاد راح يزيد لك سرعه التعبئه 16%. وايضا ما ننسى انه عندك جادجت راح يدمر الجدران، وايضا جادجت راح يخليك تقفز وتدفع الخصم الى الوراء بس تستخدم هذا الجادجت. المابات المناسبه لبروك هو ماب الشودون وماب جمع الجواهر وماب كره العراق وماب الباونتي. وهذه احصائيات بروك في جميع مابات براو ستارز. واو دود، حرفيا بوكو بعد ما اخذ بوف على الدمج الخاص به صار اقوى المعالجين في براو ستارز من ناحيه الدمج ومن ناحيه العلاج. وكذلك ما ننسى انه بوكو عند ستار باور راح يعالج صديقك، وايضا راح يدمج الخصم بكل سهوله، وايضا عند ستار باور ثاني انه راح يعطي دمج الف لكل شخص راح يضرب بالسوبر الخاص بالعلاج في بوكو ولا ايفون. وكذلك ما ننسى انه الهيل الخاص ببوكو جدا عالي، فهذا الشيء راح يساعد انه راح يسوي الضرر وايضا راح يعالج اصدقائه بكل سهوله. وايضا ما ننسى انه بوكو عنده جادجت راح يعطي علاج 400 هيل بكل ثانيه، راح تقدر تعالج اصدقائك من الجادجت وايضا من الستار باور الخاص بالعلاج. افضل المابات لبوكو هو ماب جمع الجواهر وماب كرة العراق والمنطقة الساخنة وايضا ماب الباونتي. وهي احصائيات بوكو في جميع مابات براو ستارز. بالغ الندرة، دينامايك راح يكون بطل من بالغ الندرة جدا مزعج، بسبب انه عنده دمج بالسوبر وايضا بالضربة جدا كريه. وكذلك ما ننسى انه دينامايك بعد ما اخذ بف على سرعة انفجار الضربة صار يسوي ازعاج جدا كبير للاعبين بشكل جدا هائل. هذا يعتبر بف للبطل، لكن يعتبر نيرف للستار باور الخاص بقفز الضربة. كان قبل الستار باور هذا من افضل الستار باور الخاص بدينامايك، بسبب انه تقدر تسوي جامبات لا نهائيه بسبب انه عندك هذا الستار باور، لكن حاليا بعد ما اخذ باف على سرعه الجادجت فهذا الشيء ما راح يسوي له فائده لهذا الستار باور. فافضل خيار لك انه تاخذ الستار باور الثاني، راح يزيد لك دمج السوبر 4000 دمج. وايضا ما ننسى انه بعد ما ضافوا الجدران الغير قابله للتدمير صار القواضف اكثر شيء استخداما في هاي المابات، بسبب انه راح يقدر يختبون من خلف الجدران وما يقدرون يذبحوهم غير القواضف نفسهم. افضل مابات لدينامايك هو ماب كنت العراق وماب الباونتي ماب جمع جواهر والمنطقه الساخنه. هاي احصائيات البطل دينامايك في جميع مابات براو ستارز. بين راح تكون من اكثر الابطال ازعاجا في مابات 3 ضد 3 وايضا في مابات الشوداون، بسبب انه عندها جادجت وستار باور مضاد لجميع ابطال براو ستارز بالكامل من ناحيه الدمج وايضا من ناحيه الازعاج. حرفيا بين راح تكون مضاده لجميع ابطال براو ستارز، بسبب انه اي بطل من المدى القريب تقرب عند بين او صار في جانب بين راح تقدر تستخدم عليه جادجت برميل الملح. اي بطل كان قريب عند بين
الحين واستخدمت عليه هذا الجادجت راح ياخذ ضرر بنسبة 5000 دمج. واذا ما كان عندك الستار باور تقدر تستخدم عليه الجادجت، هذا الجادجت راح يعطي دمج الف، واذا راح ينقض دفاع للوراء للخصم اذا كان بجانب بيني. واهم شيء انه تقدر تستخدم هذا الجادجت مثل الدرع وايضا السوبر كذلك. اذا كانوا يرمون عليكم من المدى البعيد تقدر تستخدم هذا الجادجت او الدرع او السوبر، وراح تقدر تصد هجمات اللاعبين من خلال هذا الجادجت. وايضا المابات المناسبه لبيني هو جميع مابات براو ستارز حرفيا، وهذا احصائيات البطل بيني في جميع مابات براو ستارز. ريكي راح يكون عنده ازعاج جدا كبير اذا كنت بالزاويه، واذا كان احد بجنبك راح تقدر تضرب الزاويه فقط، والضربه راح تروح تتوجه الى الخصم وراح تسوي له ازعاج بشكل جدا كبير. وايضا ما ننسى انه ريكي عنده ستار باور راح يزيد لك ضرر الدمج الخاص بالضربه بعد ما راح تضربها بالحائط. وكذلك ما ننسى انه ريكي عنده ستار باور او جادجت راح يقدر يعالج نفسه بكل سهوله اذا ما كان في معالج بالفريق. ملاحظه جدا مهمه للاشخاص اللي ما يعرفون هاي المعلومه في ريكو، اذا ضربت الضربه الخاصه بريكو بالجدار راح تمتد الضربه فرق بلوكين الى الامام. وكذلك ما ننسى اذا كان عندك ستار باور الخاص بريكو زياده الدمج بعد ما تضرب الضربه بالحائط تقدر تستخدم السوبر كذلك، وايضا راح يزيد دمج السوبر بعد ما تضربها بالحائط. كذلك ما ننسى انه عندك ستار باور راح يزيد لك سرعه المشي بنسبه 34% لحد 40%. هذا الشيء راح يفيدك في اغلب المابات مثل ماب الباونتي مابات اكثر. اذا كان علاج البطل فقط 2000 راح تفعل هذا الستار باور وراح يصير فقط ب 34%، لكن اذا كان العلاج البطل فقط 1000 راح يكون 40%. المابات المناسبه لريكي هو مابات كره العراق ومابات جمع الجواهر وايضا مابات الباونتي. وهي احصائيات البطل ريكو في جميع مابات براو ستارز الندره الاستثنائيه. بايبر راح تكون من افضل الابطال من المدى البعيد في الندره الاستثنائيه بسبب انه عندها جادجت وايضا عندها ستار باور مضاد لبعض اللاعبين المدى القريب وكذلك المدى البعيد، لكن فقط بالجادجت الواحد ستار باور تعبئه الذخيره. فائده هذا الستار باور انه راح يعبي لك الذخيره بنسبه 0.5. هذا الستار باور راح يكون افضل من الستار باور الثاني. وايضا ما ننسى انه عندنا جادجت واحد للمدى البعيد وايضا واحد للمدى القريب. هذا الجادجت راح يكون له فائده في مابات الشوداون وايضا في مابات كره العراق بسبب انه راح ينقذ دفاع للخصم اذا كان قريب عند الهدف او قريب عندك. هذا راح يكون بديل للسوبر في بدايه الجيم. افضل المابات لبايبر هو ماب الشوداون وماب كره العراق وماب الباونتي وماب ضرب القاضيه. احصائيات بايبر في جميع مابات براو ستارز. بنانا ويل قوم راح تكون من اكثر الابطال ازعاجا من ناحيه علاج البطل وايضا من ناحيه الدمج الخاص بالبطل. وكذلك ما ننسى انه عندها ستار باور وايضا جادجت راح يسوون ازعاج جدا هائل للاعبين بشكل جدا كبير، وهو يعتبر من اقوى الجادجت الموجود في لعبه براو ستارز هو الجادجت الخاص ببام من ناحيه سلب الذخيره الخاصه بالبطل وايضا من ناحيه سلب العلاج الخاص بالبطل. وكذلك الستار باور الخاص بها بعد ما تضرب اي ضربه لاي شخص راح تحصل على هيل اكثر من 48 علاج. وايضا ما ننسى انه عند الستار باور الثاني بعد ما استخدم هذا السوبر راح يعطي دمج لكل شخص موجود في دائره العلاج الخاصه بالسوبر بام. وكذلك تقدر تستخدم السوبر مثل الدرع وايضا تقدر تعطيه دمج 800، ومن عندك دمج واستخدم عليه جادجت راح تقدر تذبح هذا اللاعب بكل سهوله. افضل ماب لبام هو جميع مابات براو ستارز ما عدا ماب الخزينه. واو استو راح يعتبر من اكثر الابطال ازعاجا في براو ستارز بسبب انه يقدر يسوي اكثر من دوج في استخدام السوبر فقط. استو يقدر يسوي اكثر من 5 دوجات بالثانيه الواحده اذا كان عندك الستار باور الثانيه الخاصه بالهيل الخاصه بستو. وكذلك ستو راح يعتبر بطل داعم بعد ما يستخدم الجادجت الخاص بمنطقه السرعه راح يزيد سرعه اللاعبين بنسبه 10% اذا كان في داخل منطقه السرعه، وهذا الشيء راح يساعد ستو بشكل جدا كبير من ناحيه الدوج وايضا من ناحيه تحفيز الفريق او دعم الفريق بالسرعه. وكذلك ما ننسى انه عندك جادجت راح يدمر الجدران اذا استخدمته، واذا كان عندك سوبر فقط تستخدم هذا الجادجت راح تقدر تدمر الجدران بكل سهوله. اذا كان عندك ستار باور زياده مدى السوبر الخاص بستو راح تقدر تسوي دمار شامل باستخدام الجادجت اذا كان عندك هذا الستار باور. افضل مابات لستو هو ماب كره العراق وماب الباونتي وايضا ماب الشودون وايضا ماب جمع الجواهر. وهذا التصنيف البطل لجميع مابات براو ستارز الندره الخرافيه. راح نختصر المواضيع باسرع وقت. نهاية هذا الفيديو، أتمنى منك تخلينا لايك اشتراك فعل زر الجرس عم استمر بالقناة وبس. مع السلامة.